الله مأجور. لخادم أهل البيت الشاعر أبو أيمن الإحسائي: يا حجة القارئ بقلب جريح جئنا وصوت الحزن منا يصيح تبا لمن فجر ذاك الضحى صيح صيح تبا من هدم القبة طاغي جري للحق بالمنكر أضحى يسيء والدين من ما قد جناه بريء ليس سد في الأرض دين بأي واستكبروا واستكبروا إذ هدموا بعد بأي ذنب فجوة فجوة روح لك يد الإرهاب حين اعتدى ما شاء الله هلا 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 بي شلت يد الإرهاب حين اعتدى واغتال بالأحقاد صر حال هدى لكن البغي ضاعت سودا فالنور يبقى يملأ الخافق بأي ذنب بأي ذنب تجار أبدا واستكبروا واستكبروا إذ هدموا بعد نشمي بأي فجر الأرض استكبروا هدموا الحبة إيه مولاي ما أقسى الخنا والجحود في على اليهود ظنوا بأن الهدم يمحو الخلود لما بسامر عثوا مفسدين يا سيدي يا سيدي الله بيك مأجور مأجور حبيبي يا سيدي ما زال نزف الدماء يا سيدي ما زال
احكي